السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير يا رب، ان شاء الله صحة وسلام. اليوم راح اكمل لكم تجربة مات الانزيمات الكبد الليفر انزيم انزيمات الكبد اللي مسؤول عن افراز الكبد. اليوم نجي على جي او تي والجي بي تي اللي هن امينو ترانس ثريز. هاي الجي او تي والجي بي تي مثل ما قلت هي انزيمات، مجموعة من الانزيمات تعمل كعامل مساعد تقوم بتحويل الامينو اسيد الى كاربوكسيليك اسيد عن طريق نقل مجموعة امين من حامض اميني حامض كاربوكسي. بس تشوفون التفاعلات اللي جو ابسطها اللي هي الاسبارتات، اسبارتات امينو ترانسفيرس، هذا هاي المختصر مالتها اي اس، والتي يعني تيست. هنا الينين امينو ترانس فيريز همنا المختصر مع اي ال اول حرفين، وتي يعني تيست. هذه الانزيمات وظيفتها تحفز وتنظم التفاعلات الكيميائيه اللي تحدث داخل جسم الكائن الحي داخل جسمنا. الكبد مسؤول عن افرازها بصوره كبيره، بس هذا ما يعني انه بس الكبد مسؤول عن افرازها، اكو يعني الاي اس تي يفرزها، الاي اس تي تنفرز همينه من القلب من العضلات من الكليه من البنكرياس، فالاي ال تي يفرزها الكبد بصوره كبيره والكليه. ف يعني الثاني من شخص مريض يجيني للمختبر انا راح اشوف اشخصه سريريا من خلال ما اضوي عليه اشوف شنو الاعراض اللي عنده. اول شيء اذا شفت عيونه صفار وجهه شاحب وجلده اصفر راح ما يجي ببالي انه انا اقيس ابو صفار مالته. اذا طلع لي بيه ابو صفار انا راح اجي اشيك الكبد مالته. من يطلع لي اذا طلع لي السيرم مالته لونه اصفر ويبين هو من السيرم، راح يشوفون السيرم مالته يصير اصفر كلش طاخ على كركم. هذا راح رأسا يجي ببالي اقيس له انزيمات الكبد واشوف اذا الكبد مالته تمام لو مو تمام. شوفوا هذا التفاعل. ها نسيت اقول لكم انه الاي اس تي والاسبارتيت هي جي او تي والاي ال تي هي جي بي تي. يعني احنا ماشي بالمختبرات عصرية جي او تي جي بي تي، بس اذا جاني الطبيب كاتب لي اي اس تي لو اي ال تي هو نفسه اي اس تي جي او تي والاي ال تي اللي هو جي بي تي حسب هذا التفاعل. شوفوا هذا التفاعل، هذا حامض اميني اسبارتيت، هذا الاسبارتيت افاعله ويتفاعل ويا الحامض الكربوكسيلي راح يحول لي هذا الكربوكسيليك اسيد الى حامض امين. مجرد هاي مجموعة الكربونيل تجي لهنا ومجموعة الامين تجي لهنا، هذا اجت مجموعة كربونيل صار هذا المركب اللي هو زالو اسيتات او زالو اسيتات، وهذا الثاني اجت مجموعة الامين هنا صار جلوتاميت جلوتاميت. التسمية هذا مو قلنا اي اس تي، هذا حسب هاي النواتج اللي طلعت لي جي او تي، يعني اي اس تي هو نفسه جي او تي حسب التفاعل اللي حسب نواتج التفاعل اللي طلعت لي. اجي على الالينين الانزيم الثاني اللي يفرز الكبد، هذا الينين حسب الحرفين الاولاني افعله ويا الحامض الكربوكسيلي اللي هو 2 اوكسالو جلوتاريت 2 اوكسو جلوتاريت العفو، راح ينطيني هاي مجموعة الكربونيل اللي جت لهنا صار بايروفيت هذا، وهذا صار جلوتاميت. التسمية مالته هذا مو اي ال تي حسب هذه الحروف، هنا جي بي تي، يعني جي بي تي هو نفسه اي ال تي. هذين المعادلات مهمات تحفظوهم، يعني مطلوبات عندكم كلش مهمات اجيبهم انا هسه اقول لكم انه اجيبهم بالامتحان. اج هنا قايل لي انه هاي الانزيمات تنتشر على نطاق واسع بالجسم، مثل ما قلت لكم هاي الاي اس تي يوجد بالهيرت
والليفر، العضلات، الكدني، البنكرياس، سكيليتال مصل. هذني كلهن يوجد بيهن. يعني أنا من شخص إجاني، إذا شفت شخص إجاني قصة الأي أس تي مالته مرتفع، بس هو ما بي أصفار، ما بي يعني بعيونه لا صفور، يعني قصة الألكلاين فوسفيت طبيعي، قصة الجي بي تي طبيعي، إذا طلع لي طبيعيات وهذا مرتفع، فأنا راح أجي أفكر بالقلب، صورة مهمة، يعني أكبر شيء أفكر بالقلب، بالعضلات إذا بيها في الشيء، الكلية، البنكرياس، لأن هو هم يوجد بهذني الأماكن. الأي أل تي اللي هو الجي بي تي، هذا الاي ال تي موجود بالقلب، العفو بالليفر والكلى، يعني يفرزلنا هذني الاماكن. همينة ممكن اذا ما كان عنده اصفار ولا عنده اعراض التهاب، يعني فتشي التهاب بالكبد، انا راح اجي افكر بالكلية. اجي هنا شوفوا هاي الكلينيكال، الأهمية السريرية مالته clinical significance، الأهمية السريرية هاي تحفظوها هي والألكلاين فوسفات. يعني أنا أجي أقول لكم أريد clinical الأهمية السريرية للجي أو تي والجي بي تي، وأريد الألكلاين فوسفات، فتقولوا لي إنه هذا صورة رئيسية يستخدم لتقييم مايوكارديال انفكشن، يعني عضلة القلب، احتشاء او اعتلال عضلة القلب، والامراض امراض خلايا الكبد، يعني اذا خلايا الكبد يعني هو امراض اللي تخص الكبد، تتهشم الخلايا مالته، تتكسر الخلايا مالته. فهاي هنا هو بصورة رئيسية انه هذن اثنيناتهن يسوي هنا، يقول لك هنا خلال يعني شلون مثل ما خلال النوبة القلبية، يعني بدون ياخذون اي ال تي كل شوية يشيكون، يقول لك انه هذا شلون يعني ياخذون خلال يعني خلال مصير النوبة هم يشيكون، يعني هن اثنيناتهن خاصات هم بالليفر وهم بالكبد، بس بالنسبة العفو بالكبد ومفا، بس بالنسبة أكبر إنه هما يستخدموهن للكبد. أجل إنكريز مات إنكريز فايروس، يعني القيمة مات شو كنت ترتفع، أنا وين أشوفها؟ مدمنين الكحول، كحوليزم، سيرهوسيس، هيباتيتس، ليفر ديزوردر، فشل القلب، هارت اتاك يعني نوبة القلبية، هايبرتنشن هذا ارتفاع الضغط، نقص فيتامين اي، عنصر المغنيسيوم. هذني الاعراض اردتكم تحفظوني فد سبعة من عدها، اعراض اللي تخص الجي او تي والجي بي تي شوكت يرتفعن وين نشوفهن، يعني بيا اعراض تحفظوا لي فد سبع منت. الديجريز مالتها همنا هايبر فاكشن اوف ذا جاند، هاي غدة التناسلية، يعني قصور بيهن شغلهن، فيتامين بي 6 نقصانة، زنك نقصانة، امراض اكيوت رينال ديزيز، امراض الكلى المزمنه لعن الحاده، الكيتو اسيدوسيس، هاي الاجسام الكيتونيه يعني اللي تتكون اهل السكريات، اهل السكر من يزود عندهم السكر ويرتفع بصوره مستمره راح يبدي يتحول الاحمر، احمر كيتوني او بال بريجنسي بالحمل. فهذا الديجريز كله تقروه، والانجريز فات سبعة تقرون عد. يقول لك كنا بعض الامراض انه ترتفع فوق الطبيعي مالتها 20، احنا الطبيعي مالتها 7 لحد 15 12 12، هذا نورمال، فوقها
فوق ال 15 لا هذا abnormal. يقول لك انه شوف اللي هذا يرتفع بصورة هواية، يعني 10 مرات اضعافه بالحصل مرارة، و اكو فد امراض انه ذني مثل حصل مرارة انه يرتفع بصورة كبيرة. بس يقول لك انه هذا الارتفاع يعني يصعد وينزل بسرعة، يعني هذا الارتفاع يعني وقت اللي تتعالج حصل مرارة هذا راح ينزل يرجع للحد الطبيعي. شوف الاي ال تي مالته والاي اس تي نورمال ريج مالتهم من 10 لـ 15 يونت على اللتر. هاي الوحدة مالت راح ادزلكم الفيديو الخاص بكل تحليل بالاي اس تي وبالاي ال تي. شوفون الطول الموجي، الفيديو اللي راح ادزه ما تقرون منه شرح، تقرون بس الطول الموجي وطريقة العمل شلون صار وشلون طلعت النتيجة مالته، فلان هذني مطالبين بهم. انا بالامتحان اجيبكم النورمال ريج مالته، اجيبكم عجيات طول موجي قراه، طريقة عمل ما يعني ما طالبكم طريقة عمل، بس اريدكم تشوفون شلون صار، شلون وقت مثلا اذا 10 دقائق خليته، الرياجينات منضفتها، انتو شوفوا شلون صار وحتى يكون عندكم علم بيه. هذا التحليل الثالث، هذا حتى بالمختبرات ما يشتغلون، جاما بروتاميل ترانسفيريز هذا ما مطالب فيه، هاي اللي جوا هاي النزلة يعني بس الالكلاين فوسفير والجي او تي والجي بي تي الامينو ترانسفيريز بس ذني مطالبين بيها. اقرون ولا يجين واحد يقول لي ستة انا ما فاهمتها، هاي الملزمة عن نفسها شرحتها، سحبوا الملزمة وقروها كقراية نظري، لان انا راح اجيب لكم من الملزمة من راح اجيب. والفيديو يعطيكم بس طريقة عمل، تشوفون شلون صار، لا تاخذون من عنده شرح. خلاص هذا اللي هنا خاصه تجربتكم، ما يعني مو صعبات، مجرد شيء نظري تقرون معادلات المعادلات تقرونهن وتقرون النورمال رينج، معادلات تقرون وتقرون النورمال رينج مالتهم من كل واحد وأماكنهن وين والزيادة والنقصان. ها والأهمية السريرية شرح بالصفحة الأولى مو كلش مطالبين بينا، ما بيها وفد شي، بس قايدك انه هذا يحول من هذا لهذا. تقرون المعادلات الانكريز والدكريز والنورمال رينج والكلينيكال سيجنيفيكانس، الأهمية السريرية وأماكن تواجدهم. خاصة على لازمتكم الأسبوع الجاي من الاثنين تتكوزون.